من 3000 سنة حضارة. من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فندق. اليوم بعد ما نسلموا على المستمعين والمستمعات انحلتوا على أسطول العظيم، هذا الأسطول العظيم الذي أصبح يصول ويجول في البحار لأنه تجاوز البحر المتوسط ومخر المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي ولعله أدرك المحيط الهادي، لكن هذه قضية ما زالت لم تحسم. أنت حكيت لنا على الفينيقيين، على التجارة متاحهم، على اسمهم، على أصولهم، أما في خصوص بطولاتهم قبل ما يدخلوا للبحر الأبيض المتوسط كيفاش نعرفوا المغامرات هذية؟ المعلومات حول الأسطول الفينيقي نجدوها مبعثرة في عديد المصادر، منها مثلا المؤرخ الإغريقي هيرودوتس، وقبل هيرودوتس عندنا الإلياذة والأوديسة. والإلياذة ملحمة وصفت المعركة بين الإغريق وبين طروادة الموجودة في بلاد الأناضول، ويمكن أن نقول اليوم هي بلاد الأناضول هي تركيا. وشوف كيفاش الشيء يجبد شيء. الإلياذة وصاحبها هوميروس هو في الواقع كان مغني ملحمي معروف لأنه كان يتغنى ببطولات الأبطال الذين ساهموا في ملحمة الطروادة، كيف ما كانوا قبل يتغنوا ببطولات علي بن أبي طالب. شو حكاية ملحمة الإلياذة؟ وضوء الإلياذة قصة غرامية الواقع. أي؟ أحد أبناء ملك طروادة، ملك طروادة كان يسمى فريام، الفرنسوي يقولوا بريام، أحد أبنائه اسمه باريس وسافر إلى بلاد الإغريق وتمكن من إغراء أجمل نساء الإغريق إطلاقا في ذلك الوقت. أحلى واحدة فيهم وهذه المرأة جميلة غادات الإغريق اسمها هيلينا، وهي كانت متزوجة من مينيلاس أحد ملوك المدن الإغريقية، وهرب بها باريس إلى بلاد طروادة. معناها فكهلو. فاستاء الإغريق من كلهم، غاروا من هذا الاعتداء على شرفهم من قبل أمير طروادي. هم كانوا يحقروا شوية طروادة ما يعتبروهاش قدامهم، فقرروا استرجاع المرأة هذه إلينا والانتقام ممن داس شرفهم. كيفاش انتقموا؟ شو صار في الانتقام تاعهم؟ جمعوا أرواحهم هو تحت إمرة ملك اسمه أجاممنون، ونحن بالعربي ملك مدينة مقينة في بلاد الإغريق، فرنسوي يسمونها ميساد. واتحدوا كلهم، كل مدينة إغريقية ساهمت بجزء من الجيش وبأبطالها وأساطيرها، وهجموا على طروادة. تصور معناها أنت أسطول إغريقي يغطي البحر، يحجب المياه. ومشى متجه إلى بلاد الأناضول للسطو على طروادة مملكة بريام. بريام هذا هو ملك طروادة. أملاً شنو في استرجاع إلينا من طروادة ومن بيت الأمير باريس ابن بريام. شعملت طروادة قدام الجيش هذا؟ ما شك باش تحضر روحها، تحضر روحها للدفاع والمقاومة ومقاومة الهجوم الإغريقي. المعارك كانت جماعية حينا بين الجيش الطروادي والجيش الإغريقي، وكانت في غالب الأحيان ثنائية، أي تجمع بطل من أبطال طروادة وبطل من أبطال الإغريق. وكان البطل الطروادي هو إكتور، والبطل الإغريقي منها أشيل. أشيل بالعربي يقولوا أخيل. أشيل وأخيل من الأبطال الإغريق، يمثل الإغريق جميعهم هو. والبطل الطروادي إكتور أيضا يمجع يمثل الطرواديين كلهم. تفوق أشيل الإغريقي وقتل إكتور الذي
انتقلت روحه الى عالم السفلي، نقولوا بل يقولوا لا يمشي اللوطة يمشي الفوق في السماء، احنا نقولوا تطلع السماء، وهم يقولوا تهبط الارض تحت الارض. بقيت زوجة إكتور معروفة أندروماك، ومعها ابنها اسمه أستياناكس. اشتهرت أندروماك خاصة بفضل المسرحية العظيمة الخالدة اللي عملها المسرحي الكبير الفرنسي راسين، مشهورة كانت قبل ديما تعرض، حتى في كانت في تونس عرضها برشا مرات في مسرح تونس الآن قرن 17، يعتبر القرن 17 في الأدب الفرنسي يعتبر العصر الذهبي للمسرح الفرنسي. ترى كيفاش الشيء يوحي بالشيء، فملحمة الإلياذة أوحت بروائع أدبية وفنية مختلفة، استلهمها الأدباء كيف راسين، واستلهمها رسامون ورسموا ألواح رائعة. لأن هنا قضية كبيرة ياسر هي تطرح على حتى علينا احنا، كيفاش هو تاريخهم يوحي للفنانين ويعطيه ألواح وتماثيل وغيرها، وإحنا تاريخنا ما يوحيناش حتى بشيء. هذه لازم نفكروا فيها علاش. أغتنم هذه أيضا الفرصة السانحة والملهمة التنويه بعربي لبناني شمل نقل الإلياذة ترجمها إلى العربية شعرا، وهو سليمان البستاني نقلها شعرا إلى العربية وصدرت في جزئين، وحتى إحدى دور النشر في تونس نشرتها، وربما مشى الكتاب والناس ما راهوش وما قراوش. أنا كان من حسن حظي يعني اقتنيت وقتها جزئين اللي هما نسختي النص متاع البستاني. إن الحقيقة نحب نعرف شو معناها الإلياذة قبل ما نواصلوا حديثنا على صولات وجولات الأسطول الفينيقي. الكلمة في حد ذاتها شو معناها؟ برشا أحنا برشا كلام نقولوه وما نعرفوش شو هو. لفظ إلياذة هي تركب من كلمتين إغريقيتين، الأولى إل ولا تجم تقول جاية من إليون. إليون هو الاسم الإغريقي لمدينة تروا إليون يقولوا، وأد جاية من فعل إغريقي أيدو يعني غنى، فهو نشيد المعركة التي جدت في تروا. لكن ممكن ربما توا ما هزناش الحديث بخاطر كل شيء يطلب برشا وقت ويرشا وبرشا ويطرح برشا أسئلة. فننطلق إذن هنا ننطلق نحو المصادر التي تفيدنا أو قلت تساعدنا على معرفة البطولات الأسطول الفينيقي. أنا حلتنا على تروا لأنه له علاقة بطولات الأسطول الفينيقي. بطولات الأسطول الفينيقي اللي عندهم برشة إنجازات يظهر لي، اللي عندهم برشة إنجازات، برشة إنجازات. في النشيد السادس إشارة من الإلياذة إشارة إلى زوجة فريام وأم، وهي أم إكتور اسمها إيقاب. إيقاب هذه منها جاء في الإلياذة في النشيد السادس إشارة إلى بيتها التي كانت مفروشة بزرابي مصنوعة من قبل النساء، نساء صيدة. فأحنا مثلا عندما نجد هالمعلومة هذه كيفاش الزرابي متاع ملك التروادة مفروشة في بيتها، يقول لنا يعطينا معلومة على الصناعات اللي كانت موجودة في صيدا في ذلك الوقت. ويتحدث على حتى على زرابي مزخرفة بألوان وكذا. فهنا ترى كيفاش معناها يتفخروا بالصناعات بتاعهم، يتفخروا. وإحنا بالنسبة للمؤرخ معطية بيننا أن معناها التجارة كانت موجودة بين تروادة وبين المدن الفينيقية وكانت المدن الفينيقية مشهورة بصناعتها التقليدية نسموها الآن احنا الزربية. نعم.
شنو المعلومات الأخرى اللي تتعلق بالفينيقيين هوني وإنجازاتهم؟ تعرف المؤرخ الذي يحب أو يبحث عن المعلومة كيفاش يعمل باش يلقاها؟ قالت مش موجودين هكا. قل لي كيفاش يجبو. أولا هو تجمع تقول يقرأ الكتب ويكون كيف الصياد، عنده فكرة في دماغه ويحب يلقى لها منها معطيات. يقرأ الكتاب والقلم في يده، فحينما يجد ساعة تقرأ 10 صفحات ما يلقى حتى معلومة، ولكن في هذه الصفحة الأخرى 11 يلقى معلومة. هذه مثلا كما يقولوا الزرابي اللي تصنعها من نساء سنين، يقف عندها يأخذ ورقة ويقيد أكل معلومة هذيك باش يحطها في الصناعات الفينيقية في القرن السادس قبل الميلاد مثلا. فقالوا هما حتى قبل، قالوا حاجة خارق العادة، القراءة صيد، كيف يقرأ كيف يخرج للصيد، لكن المروج نتاعه الأرض نتاعه هي الكتاب، والقراءة صيد والكتابة قيد، كيف يشد منها حاجة يزمو قيدها باش ما تهربش. فهكذا تتكون المعلومات منها. ترى منها هذه منها قضية كيفاش الناس يظنوا أن التاريخ تلقى كتاب تنقله، بل هو جهد كبير ويلزمك تقرأ. وهذا يجرني إلى إشارة هامة ياسر، احنا الكتب متاعنا لم تقرأ قراءة هادفة. شو منها؟ حب أقول غالبها كتب الجاحظ أو كتب منها ابن خلدون، ما قريناهاش بالقلم فيدنا وإحنا نوجو هذا المعلومة، ما نعرفوش، ما عندناش، قرينا وتعدينا، نقرأ ويتعدى منها. هذا عكس اللي صار في البحث على معلومات ولا إنجازات الفينيقيين، على خاطر ركزوا معاهم يظهر لي وطلعوا المعلومات المفيدة منها. طلعوا من الأخرين المؤرخين الفرنسيس والطليان والإنجليز، هم اللي طلعوا المعلومات غالبا. وإحنا الآن توق تعلمنا عليهم وبدينا أيضا نقوم بنفس الطريقة باش نجمع المعلومات. وثم كيف هو شنية جمع المعلومات؟ عبارة عن إنسان يجمع في مواد بناء، يقول الحجرة هذه نحطها في الساس وهذه نحطها في الفوق ويجمع الحجر قبل كل شيء، والجير والرمل والسمان والياجور، وبعدها بشوي يبني شيئا فشيئا. معناها جمع الوثائق هذا هو أساس كل علم. وإحنا من تجمع كل مصائبنا أننا ما نعرفوش غالبا محتويات الكتب الموجودة اللي هي بالملايين. كتب قديمة، كتب بتاع كيف الجاحظ كيف يقرأها الإنسان، يجمع ما شاء الله من المعلومات حول العصر اللي عاش فيه وحول المعلومات اللي كانت عنده وحول المواضيع اللي اهتم بها. هذا يزمو قراءة هاتفة معناها، والقراءة الهاتفة هذه تمكن أيضا بما يسمى بمعناها المعجم التاريخي للغة العربية. المعجم التاريخي احنا معناش معجم تاريخي، فرنسوية عندها معجم تاريخي، احنا معناش. علاش؟ على خاطر يزمها هذايا، تقول هذايا الكلبة هذه استعملت وقت الجاحظ في نطاق كذا كذا، واستعملت في الشعر الجاهلي في وقت كذا كذا، وجاءت في القرآن في كذا كذا، عنده المقصود اللي نعرفه تاريخ حتى الكلمات كيفاش تطور من الشعر الجاهلي عبر القرآن عبر المؤرخين الأخرين والأدباء حتى لليوم. يعطيك صح. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتت الحلقة ينجم يلقاها على EFM.tn. غدا نتقابل في حلقة جديدة على EFM أحلى غدوة.